فقد قال حسن البنا قديما: لما تجلت أخطاء الممارسة السياسية باسم الدين ووقعت مآس بسبب ذلك مصبوغة بالدماء، قال متطهرا: لو استقبلت من أيامي ما استدبرت لعدت إلى ما كنت عليه، أعلم الإسلام وأربي الناس عليه. وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما أقحمت الجماعة في السياسة ولا قمت بها على المأثورات وانشغلت بالتربية والتعليم. قال هذا بعد أن وقع ما وقع وتجلت أمور وتكشفت أحوال، ولكن لم يكن لقوله هذا من فائدة. بعد ذلك الحسن البنا، الآن سنتكلم عن الأصل، كيف يستطيع حسن البنا أن يمسك زمام هذه الدولة أو هذه الدعوة كما يسمونها أو هذه الجماعة؟ وضع أصلا آخر وهو التنظيم الحزبي لكي يستطيع أن يصل إلى أصغر فرد موجود تعرفه القيادة العامة ماذا صنع وماذا فعل. فماذا فعل حسن البنا؟ وضع تنظيما، فوضع قيادة عامة بقيادة المرشد ويسمونه مكتب الإرشاد. مكتب الإرشاد هذا هو رأس الهرم بقيادة المرشد، ثم هذا المكتب له أعضاء الأسر، ثم رؤساء الأسر إذا جمعهم النائب يجمع رؤساء الأسر، ثم رؤساء الأسر يبطون هذا الأمر إلى أسرهم. وإذا حصل شيء في إحدى الأسر بلغ علم رئيس الأسرة، رئيس الأسرة أبلغ النائب، والنائب أبلغ مكتب الإرشاد العام في القاهرة، فبلغ حسن البنا. إذن طريقتهم طريقة دولة، هذا من ضمن الأصول التي وضع حسن البنا، هذه ما كانت موجودة أيام السلف نهائيا. أيام السلف يوجد حاكم سواء كان فاجرا أو برا أو كان طائعا، وبينت لنا السنة كيف التعامل مع الفاجر ومع البر. ثم يوجد علماء ينشرون العلم والدين في المساجد دين الله، هذه كانت طريقتهم. أما هذه الطريقة، هذه طريقة ابتدعها حسن البنا، وهذه الطريقة طريقة باطنية. فإن الذي ينظر إلى كتب الباطنية يجد أنهم كان لديهم نواب ويسمونهم نقبة، وأيام الدولة العباسية قبل أن تسقط الدولة الأموية طبق دعاة الدولة العباسية هذه الطريقة، فكان هناك نقبة منتشرين في مناطق الخلافة الأموية، وهؤلاء النقبة عليهم مسؤولين ويوصلونه إلى أصل الرأس الكبير. ولذلك تلاحظ أن السرورية يكثرون من الحديث عن أسباب سقوط الدولة العباسية الأموية، ويتكلمون عن طرق الدولة العباسية في إسقاطها حتى يستفيدوا من هذا الأمر في طريقة الاتصال هذا. فحسن البنا هذا من الأصول التي فعلها حسن البنا، وهو أصل كيف التعامل مع المدعوين، كيف ربط المدعوين بالقيادة العامة عن طريق هذا التنظيم. هذا التنظيم لا ينظر إلى قضية عالم أو غير عالم، الذي يرشح من قبل القيادة يصبح نائب، والذي يرشح إذا مات المرشد يصبح مرشد. الهضيبي رجل يحلق لحيته وكان يعمل مستشار في مستشار قاضي في محاكم مصر الوضعية، ومع ذلك أصبح هو المرشد بعد حسن البنا. يعني حسن الهضيبي كان مستشارا، مستشار يعمل في محاكم مصر، وكان يخفي نفسه. فعندما مات حسن البنا تفاجأ بعض الإخوان المسلمين أن الرئيس والمرشد يصبح حسن الهضيبي، فهو رجل يلبس قميصا نصفكم كما يذكر بعضهم، ويحلق لحيته ويعمل مستشارا، ومع ذلك أصبح المرشد العام للإخوان المسلمين، لأنها لا علاقة لها في التدين، إنما هي دولة سياسية. فأقول أن هذه الطريقة اللي هي طريقة الاختيار النواب لا تتم عن طريق التزام أو غير التزام، هي أصلا طريقة خاطئة وبدعية، وفوق ذلك أنها لا علاقة لها، إنما هي علاقتها من الذي أثبت طاعته، الذي أثبت أنه يطيع في كل أمر وعنده شيء من الذكاء، هذا كان هو الذي يوضع نائب، بغض النظر عن تقواه أو غيرها، عن علمه أو عدمه. بدل أنه فضيبي وضع مرشدا عاما
وهو رجل عادي مستشار قانوني ها غير ملتزم أصلا. واضح لا؟ ومع ذلك والذي ينظر إلى صور الإخوان المسلمين التي في التنظيم الخاص وغيرها يقرأ مثلا كتاب محمد الصباغ في التنظيم الخاص أو صلاح شادة وغيره وينظر إلى صورهم معظمهم كرافتات حالتين الحاهم ويسمونها الشهيد والبطل فلان وليس عندهم تدين يسمعون موسيقى بعضهم حضر الموالد ها الكشافة كان فيها موسيقى كل شيء عادي عندهم واضح ولا فالقضية عندهم دولة وإنما فقط وضعوا الإسلام كشيء يجلب الناس إليه حسن بنا وضع لوائح وأوامر ذكرها في مذكرات داعية وذكرت أيضا ما قالها غيره وبين أن الذي لا يلتزم ببعض هذه اللوائح كان يعاقب لدرجة أن بعض الإخوان المسلمين الذين يبايعون كان لا يحج إلا بعد أن يستأذن وبعضهم كان أحيانا إذا أراد أن يتزوج يستأذن ها وغير ذلك من السخافات العجيبة جدا وكان أحيانا أحدهم إذا وقع في خطأ يلزم بدفع غرامة للجماعة وكان الأغنياء منهم لا بد أن يدفع زكاته إلى الجماعة وغير ذلك دولة من الأمور التي ذكرها حسبنا في مذكراته ومسبقه هذا كله موجود عندنا وقد أخرجناه بأدلته المقصد هنا أن حسب أن وضع هذا الأصل وهو كيف التعامل وكيف جمع هذه الجماعة عن طريق هذا الهرم الموجود طبعا حسن البنا طبق قضية الفصل احنا قد يفصل الشخص الذي لا يلتزم حتى وان كان له 20 سنة 30 سنة مع جماعة ما يهم بدليل ان صاحبه الذي اسس معه الاخوان المسلمين فصله حسن البنا عندما خالفه وصارت رسائل ما بينهم وردود الرسائل الموجودة ذكروها وردود ما بينهم ما بين حسن من هذا الرجل وامر بفصله وطرد من الجماعة لانه خالف الامام حسن البنا وطرد من الاخوان المسلمين واضح ولا ثم نجد ان حتى الهضيبي طرد الباقوري عندما قاض ووافق على أن يمسك وزارة الشؤون والأوقاف في مصر في دولة جماعة بن ناصر فإن الهضيبي قال خلاص أنت الآن مطرود مفصول وقدم استقالتك فقدم استقالتك دولة لوعدها هذه ما يدعوها دين الله استقالات وفصل وطرد أيوة.